اهلا بيكم مره تانية. وقصه مثل وقصه مثلنا النهارده عش رجبا ترى عجبا. المثل ده يعتبر من الامثال العربيه المشهوره اللي كان بيتداولها السابقون. يمكن هو مش معروف دلوقتي ولكن كان بيتداول زمان بشكل كبير، وبيقال ان اول من قال المثل ده هو الحارث ابن عباد ابن ضبيعه ابن قيس ابن ثعلبه. ما بغض النظر، المهم ان هو الحارث اللي قال المثل ده، وكان قاله لما مره طلق واحده من نسائه لما بلغت الكبر، كانت كبيره في السن وبقت، وهو كمان بقى مسن، فبدات انها تكرهه بسبب انه طلقها كده بدون سبب واضح غير انها بس كبرت في السن وبدات انها تبغضه. وخلي بالك تسنيم، هي كانت كرهاه فهي اللي انفصلت عنه، يعني هي هي اللي كرهته الاول وبعد كده حبت عليه، حبت بعديه راجل تاني. هي بقى راحت متجوزه حد تاني، يعني بعد ما طلقها راحت هي متجوزه واحد تاني وعاشت معاه بقى الوجد والحب بقى اللي ما ادتوش للحارث بسبب كرهها ليه، سواء قبل الطلاق طبعا او بعد الطلاق. وبعدين لما اتقابل مع زوجها اللي هو الحارس اخبره بده، فقال له ايه؟ قال له عيش رجبا ترى عجبا، يعني عيش يعني تعيش في دنيتك رجب بعد رجب. ده دلالة يعني على تعاقب السنوات، وكان بيقصد بها وقتها لما يستمر بيك العمر وتبلغ من السن بقى الكبر مبلغة، هتشوف تقلبها عليك وهجرها ليك. يعني زي ما هي كرهتني الأول لما أنا كنت كبير وخلاص، وخلاص بلغ مني العمر بقى والهرم والكلام ده كله وطلبت الانفصال وجوزتك، أنت لما أنت تكبر هي ورجب ورا رجب ورا رجب وشهور وسنين بقى. والايام دول فعلا هي هتكرهك وهتفكر في واحد تاني. فجي المثل من هنا، عيش رجبا ترى عجبا. هي دي كانت قصته معانا النهارده. خلينا نطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل معاكم.